في حاجتين تانيين عايزين نعملهم. أول حاجة عايزين نشغل السيرش، تاني حاجة عايزين نحط هنا أقسام الموقع أو التصنيفات. أول حاجة هنعملها هنروح على ملف ال header.php، ناخد كود السيرش فورم. كود السيرش فورم بالمنظر ده. احنا كل اللي هنعمله هنشيل الاي دي وهنشيل السايز وهنشيل الاي دي ده وبس. هنحط الكلاسز اللي احنا عملناها، ده الكلاس بتاع التكست وده الكلاس بتاع السبميت. يبقى هنشيل ده وندوس سيف كنترول اس، هنعمل ريفرش على كلمة الغلط بقت فايند. ممكن نغيرها من الفاليو برضو، من الفاليو دي تحط هنا الكلمة اللي انت عايزها. هنعمل سيرش مثلا بالكلمة دي اللي هي في أول تدوينة، هنعمل سيرش فايند ما جابش التدوينة، خلينا كده كده جاب التدوينة. تمام كده السيرش اشتغل. تمام، في حاجة لازم نعملها اللي هي هنعمل ملف اسمه search.php ونحط جوه search.php ملفات ال قصدي كود ملف البيج نفسه. هو هناخده ونحطه في السيرش كنترول اس سيف علشان يبقى نفس الشكل يعني. تمام كده ده خلصناه. في حاجة كمان اللي هو كود الأقسام اللي هي هنا، ده برضو في ملف ال header.php اللي هو الكتابة دي. هو الكود ده هيحتاج مننا شوية تعديلات صغيرة جدا على ال PHP، لأن احنا هنا عاملين A يعني حاطين كل ال كل اللينكات في داخل وسم A أو تاج A مع ولكن ده الكود ده بيطلع لنا الحاجات في ال I داخلها ايه، يعني بيطلع لنا الكود بالشكل ده. ال I داخلها هو تاج ال A اللي هو بتاع اللينك بيطلعه كده. تمام، فلو دوسنا عملنا سيف وعملنا ريفرش هنلاقي ان الدنيا بايظه، عشان كده هيحتاج مننا تعديل في ال CSS. يبقى احنا هنشيل ده كده خالص وهناخد الكلاس ده نعمل سيرش نشوف الكلاس ده فين. تمام، هو الكلاس ده هنقول هنا UL display inline، هنعمل ريفرش. عايزين نضيف حاجة، نضيف تصنيفات تانية علشان الموضوع يبقى واضح لينا احنا بنعمل ايه. هنا في تصنيفات يوز، التصنيفات دي ظاهرة لأن تقريبا محتاجة إن البوستات تتحط فيها. فأنا هنا كويك إيديت نيوز وميديا سبميت بعدين كويك إيديت، نشوف كده هل هتظهر ولا لا. فعلا ظهرت تحت بعض يبقى احنا عايزين نضيف ال اي هنا، نعمل ريفرش مش لان احنا نسينا نحط الدوت.
شيل ال اي دي ملهاش لازمة، نفس المشكلة. طيب نروح نبص على الملف الهيدر احنا عاملين ايه. احنا نسينا نحط ال UL، فهنحط ال UL، نحط الحاجات دي جوه UL علشان الدنيا تتظبط. نشيل في CSS topper left UL display inline، مظبوط. الاي تمام كده، طلعوا جنب بعض زي ما احنا عايزين. تمام كده الموضوع ده خلص، يبقى كده خلصنا كل حاجة في الموقع، بس فاضل الفطار هنعمله دلوقتي. طيب دلوقتي عايزين نخلي الفوتر دايناميك. اول حاجة هندخل على function dot php. هو الكود ده ملوش لازمة، ده كود زيادة انا مش فاكر كتبته ليه يعني، او عموما شيله من عندكم لانه زيادة. ده يعني بيعمل ويدجت تانية، انا مش فاكر حطيته ليه بصراحة، بس يعني شيله لو حد كتبه يشيله يعني. ده كود المسؤول عن الويدجت بتاعة الفوتر. هو لو تلاحظ ان هو نفس الكود بتاع ال السايد بار ما عدا الفوتر ده. طيب دلوقتي احنا عايزين نرسم الكود ده، او خليني قبل ما نرسم الكود ده بنحط الكلام ده هنا وهنا ونوزعه. خلينا الاول نفتح ملف فين فوتر دوت بي اتش بي، وهنحط جواه الكود ده. الكود ده هو مسؤول على انه يربط الاتنين ببعض. هنروح الاول نعمل ريفرش هنشوف ايه اللي حصل. هتلاقي الحاجات يعني محطوطة كده فوق بعض ومش متنسقة، فعلشان كده احنا هنضطر ان احنا نعمل زي ما عملنا في الويدجت. هناخد الكلام ده كده ونروح عند الفانكشن علشان يكون قدامنا ونعرف نشتغل بيه. هو بيقولك بيفور ويدجت، عايز ايه قبل ويدجت؟ انا اقول له عايزين الكلاس ده، هنشيله علشان ما لخبطناش. بيقول عايز ايه افتر ويدجت، نقول له عايزين افلت الكلاس ده. بيقول عايز ايه بيفور تايتل، نقول له عايزين اتش 1. وايه بعد التايتل؟ افتر تايتل عايزين قفلة ال H1. هنشيل ده كده ونسيف وفريش، هنلاقي الدنيا اتظبطت. طيب ايه الحاجات دي داخلة في بعض ليه؟ داخلة في بعض علشان ملف الفوتر عايزين نشيل منه ال HTML ده كله لحد ال W960. نشيل المسافات دي، سيف، نروح نعمل ريفريش. هنلاقي ان حاجات خدت اماكنها. عايزين نعمل هنا ريفرش، هتلاقي هنا اتغير، ده الفوتر وده القائمة اليمنى. ممكن نحط ايه هنا؟ ميتا بيجز تاني، سيف، نروح على موقعنا ونعمل ريفرش. هنلاقي الحاجات بتتحط تاني زي ما احنا بنحطها. انا عايزين نحط هنا كمان ويدجت، هنعمل ريفرش هتلاقيها اتضافت هنا، وهكذا وهكذا. عايز انت تنسق الموقع بمزاجك يعني. دلوقتي هنضيف كود الصفحات السابقة والصفحات التالية، يعني لما المحتوى فريش، لما المحتوى بينتهي المفروض فيه زرارين هنا يمين وشمال، او الصفحة التالية والصفحة السابقة. فالمسؤول عن الموضوع ده هو الكود ده،
ندوس هنعمل ريفرش هلاقي اتضاف هنا. لما ندوس نيكست بيج هتلاقي طيب اشكالهم مش مظبوطين. احنا ممكن على فكرة نحطهم في الملف البلوك، يعني في قصدي في الكلاس اللي اسمه بلوك، هو كلاس المحتوى اللي هو ده، ودي القفلة بتاعته. سيف ونعمل ريفرش. طبعا الاتنين دول كبار، هنشيل اللي بينهم ده ولا هنسيبهم افضل؟ تقريبا ما تسيبه احسن. طيب دلوقتي احنا المفروض عايزين نظبط شكلهم، احنا ممكن نعمل لهم كلاس نسميه next او نخليه n-p ونروح على ال css وبعد block. هنخلي الفونت 18 لان هنا معمول الفونت اللينك الفونت بتاعه 24، فهنقول لازم نحط الدوت ان بي. الاي هيكون 18 واللينك اسمه والخط بتاعهما، وهنعملها امبورتنت علشان تطبق عليهم، علشان يتجاهل القيمة دي. هنخليه 14 ونشوف. تمام متهيألي كده كويس. عايزين نخليه في النص، تكست الاين سنتر. برضو هنعملها important. مش جاية center. هنشوف في ايه هنا. احنا عاملين هنخليها كده. كنا عاملين التكست الاين سنتر على ال A، واحنا المفروض نعملها على ال B بس. فنعمل ريفرش هتلاقيها جت في النص. تمام كده شكلها اشك بكتير يعني. تمام كده المفروض ان احنا خلاص خلصنا. بشوف في حاجة. لا تمام كده تمام. هوريكم بس ملف اللي احنا هنتعامل بيه، هو ده الملف اللي كنا بنتكلم عنه. هتلاقي كل حاجة مشروحة بالتفاصيل وكل الأكواد موجودة هنا. كل اللي عليك تعمله هتاخد الملفات دي كوبي وتحطها في الأماكن اللي أنا قلت لك عليها. موضوع سهل يعني، إن شاء الله مفيهوش حاجة.
مش هتكتب بإيدك. لو عايز تكتب يبقى أحسن، لو عايز تفهم الأكواد يبقى أحسن وأحسن، لأن احنا يعني الكورس ده لناس مصممين مش لحد مبرمج هيعرف يطلع من جوه الفانكشن ويحط لها الري والكلام ده. في يعني في حاجات دروس متطورة، أنا كل اللي عملته إن أنا بس اديتك أساسيات، الأساسيات إن أنت يدوب تعرف تعمل موقع بسيط جدا جدا جدا. فلازم تطور نفسك، ما تستناش حد يقولك، ما تستناش الحاجة تجيلك جاهزة. عندك جوجل، ابحث عنه عن أي حاجة أنت عايزها. لو يعني أحسن موقع تجيب منه شروح أو شروحات وكورسات هو جوجل. أي حاجة واقفة معاك، أي ايرور طلع لك، اعمل سيرش في جوجل. جوجل ده يعني يعتبر كنز بالنسبة للمصممين أو المبرمجين أو أي حد، أو أي حد في أي مجال يعني. فما تكسلش إن أنت تعمل سيرش الأول، و يعني عملت سيرش وما لقيتش حل، خلاص اكتب سؤال في اي حته، في منتدى، في جروبات المصممين او اي حاجه. انا كده خلصت، وان شاء الله تكونوا استفدتوا، و يلا نشوفكم ان شاء الله في شرحات تانية باذن الله. السلام عليكم.